الآن معنا السيد ناصر أحمد العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك لتوضيح التالي. في رسالة نصية من مستمع لديه طلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بشأن تجديد الهوية عن طريق التطبيق في ظل وجود أزمة كورونا، ويوضح أن الهيئة تطلب فيكم رأي. ما دام هو يانا خلوا هو بيخبرنا شو اللي تطلب، والرسالة قريناها بأنه قال والله ليش الآن ما يطلبون بعض الفئات يعني خاصة الصغارية وفي ظل وجود هذه الجائحة. هو بيقول سيد ناصر أحمد العبدولي، وأنا في البداية أشكره لأنه ريال متعاون جزاه الله خير ويانا ويا غيرنا. خلونا نرحب به. ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عمر، إيش حالك؟ بخير؟ بخير الله يعافيك. حياك الله. يا هلا وسهلا. تفضل تفضل، احنا نبغي نسمع. انا عاد لو حصلت الرساله على اساس ان انا بعد شويه اقراها يعني بشكل كامل، لانه ايه زين. انا شو رايك اقرا الرساله عشان في مستمعين يمكن الان استمعوا، وشو الرد اللي بيكون عندك؟ سامحني. يقول بالنسبة لتجديد الهوية، يا ليت حد يكلمهم. بنتي تنتهي هويتها الحمد لله، وخلصت هوية اخوانها الصغار من فترة بالتطبيق، واستخدمت التطبيق عشان اخلصها مثل خواتها. قالوا لي الكبار لازم الحضور الشخصي ولازم بصمة. شو هذا القرار؟ هي مم الزوجة وهي تحت رعايتنا مثل خواتها، وما أقدر أطلعها بصراحة مع هذا الوباء بروحها هي وخواتها في حساسية صدر. نحن من بداية الأزمة في البيت قاعدين، ما طلعنا من البيت إلا للضرورة القصوى. زين، بعيد الشر، هو المفروض النظام يكون مراعي الأوضاع اللي نعيشها الناس والتطورات، والحمد لله موجودة ونستفيد منها في الأزمات. يعني مثل هذا لا شو نرد عليه الآن؟ تفضل أخ ناصر. جزاك الله خير بعمر. طبعاً نحن أول شيء نشكر إذاعة نور دبي على دعمها وتواصلها الدائم مع الهيئة لوضع كافة الأمور خاصة للخدمات المتعاملين الكرام. نحن حابين نوضح بعمر البداية أن الهيئة الآن أتاحت كل خدماتها، جميع خدماتها. عندنا 48 خدمة رئيسية، جميع خدماتنا متاحة على التطبيق الإلكتروني وعلى القنوات الإلكترونية، وكذلك على القنوات الأخرى التقليدية كمكاتب الطباعة ومراكز الخدمة. بالنسبة لاستفسار الأخ، احنا حابين نوضح ان الهيئة 96% من خدماتها بمعدل 46 خدمة من 48 ما تتطلب زيارة متعامل. في أدنى 4% اللي هي بمعدل خدمتين تتطلب زيارة متعامل. شو هي الخدمات اللي تتطلب زيارة متعامل؟ يقدم فيها المتعامل الطلب على القنوات الإلكترونية لكن تتطلب زيارة متعامل. الشخص اللي جاي من خارج الدولة أوكي ويرغب بالإقامة في دولة الإمارات، فجزء من استخراج الإقامة وبطاقة الهوية هي استكمال عملية التبصين في أحد مراكز الهيئة. هذا واحد. بالنسبة للأخوة المواطنين وغد على الحالة هذه بالذات، الآن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تصرف بطاقات هوية للمواطنين دون سن 15 من دون ما تكون فيها بصمة. مجرد ما يكمل الشخص 15 سنة وتكون بطاقته منتهية، أوكي، مطلوب عليه أن يحضر لمركز الخدمة للتبصيم لاستكمال عملية استخراج بطاقة هوية تحتوي على البصمات. ليش البطاقة تتطلب بصمات للشخص اللي أكمل 15 سنة؟ لأن فعليا جزء من هذه البصمات ينتقل أوكي في جواز السفر. منظمة الأيكاو العالمية تطلب الجوازات الإلكترونية أن تكون فيها تواقع إلكترونية، تكون فيها جودة البصمات للاستخدامات الخارجية، هذه استخدامات عالمية. فالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الآن أتاحت الخدمة هذه من خلال مراكزها المنتشرة على مستوى الدولة. فهي فئة قليلة تكمل 15 سنة متطلب عليها زيارة مركز الخدمة لاستكمال عملية التبصيم. هذا للتوضيح فقط يعني. إنزين، إذا السيد ناصر أحمد العبدولي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. بسألك عن موضوع ثاني، وأنا دائما أقول إذا كانت الإجابة حاضرة وإن شاء الله أنت ما شاء الله من خبرتك أكيد بيكون عندك الموضوع. هذا اللي فوق أظني كم 60 ولا 70 اللي تختفي بصمات إيديهم، نعم، ويون يواجهون مشاكل أخرى يعني في عملية البنوك أو شيء يعني، وخاصة في عملية التبصيم. شو الحل اللي حصلتوا لهم؟
بالنسبة للناس اللي أكملوا أكملوا سن 70 سنة، نحن بالهيئة الاتحادية الهوية والجنسية ما نطلب إعادة تبصيم من مرة أخرى، فبالتالي هم بإمكانهم يحصلون على الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية باستخدام بطاقات الهوية عن طريق الرقم السري، يعني بإمكانه يحط رقم سري على البطاقة نفسها، والجهة اللي تستقبل الشخص هذا تقرأ البطاقة بدل ما تطلب منه يعني يحط بصمة، يحط رقم سري مكون من 4 أرقام. الرقم السري هذا طبعا يصرف من قبل الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية. نعم زين. الآن في بعد أيضا بعض الأسئلة. السيد ناصر أحمد العبدولي مدير إدارة ساعات المتعاملين في الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية، بس لحظات وائل لحظات وائل طالع للصوت عندي هنا كل الكلام هنا، فعساس أن يكون مركز مع السيد ناصر. زين الآن إذن من خلال البرنامج، يعني أنتوا الآن في الفترة الماضية كانت هناك عملية تجديد الأنظمة وما شابه ذلك، واستخدام أيضا الأمور التكنولوجية يعني فيما يتعلق ب هذا الأمر، وواجهنا في البداية شوي إشكالية في البنوك في بعض أماكن الاتصالات بأنه ما يقبلون يعني إلا بطاقة الهوية. إلى أين وصلتوا في هذا الموضوع، وهل تم حل جذريا الآن؟ نعم جزاك الله خير بعمر على هذا الطرح. نعم أوكي. تم التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية وحتى كذلك المؤسسات الخاصة، إذا بنأخذ على سبيل المثال الاتصالات والبنوك، أوكي. تم التنسيق معهم، والآن بطاقة الهوية الإلكترونية أصبحت مقبولة لدى كافة الجهات الحكومية، أوكي، ومستخدمة على مستوى الحكومة الاتحادية ومستخدمة على مستوى الحكومات المحلية، وما في أي تحديات بسيطة أوكي جدا يعني تكاد لا تذكر، أوكي نقصدها ونعالجها حالة في حال إذا وجدت. لكن بالمجمل العام تم حل كل التحديات السابقة، واليوم الناس تستخدم البطاقة الإلكترونية أو البطاقة المطبوعة إذا كان الشخص عنده البطاقة المطبوعة بالأنظمة مع المؤسسات، ما في أي إشكالية في هذا الأمر. إنزين في واحد يقول عمر عشان هوية المستخدمات الخدامات وكاتب بقوسين لا أقدر نحصل على البطاقة الجديدة اللي لأني مجدد ورقم الهاتف المرتبط بطاقة الهوية حاطينه من عندهم كاتب عشوائي، وأكثر مكاتب مال الهوية في دبي مسكرين علشان كورونا، هذا كيف بيحل موضوعه يعني؟ ما فهمت السؤال بعمر. هو يقول بأن يعني أن في بطاقة للهوية، زي يقول ما حصلنا البطاقة الجديدة، وأنتوا قلتوا أن ترى يمكن بطاقات ما شيء داد الآن في فترة، يعني سمعت هذا الأمر إلى فترة وتقدرون تستخدمون التطبيقات، لكن هو عن طريق يقول والله ورقم الهاتف المرتبط ببطاقة الهوية محطينه من عندهم. الآن لو استوى بأن أنت يعني اكتشفت أن هذا الهاتف اللي محطينه يعني ما بهاتف كنت، أنا الآن أبغي بس توجه بالنسبة للمستخدمين عندي في المنزل، أحط هاتفي أنا ولا أحط هاتف فهي إذا كان عنده هاتف؟ نحن أول شيء بس أساس نوضح إيه؟ الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية تعتمد أرقام الهواتف المقدمة من قبل المتعامل نفسه في آخر معاملة تم تقديمها، يعني مثلا على سبيل المثال اليوم جددت جواز سفرك كمواطن، جزء من عملية تجديد جواز سفر هو طلب رقم الهاتف، ولا مثلا جددت لمعاملة لخادمة جزء من العملية أنك أنت تقدم رقم هاتف، فبالتالي رقم الهاتف اللي أنت قدمته هو اللي راح يكون موجود في الأنظمة أوكي لدى الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية. الآن مثل حالة الريال هذا، الطريقة أساسية يحدث رقم الهاتف يدخل على الموقع الإلكتروني، أتحنا خدمة اسمها خدمة تحديث رقم الهاتف، يدخل على الموقع الإلكتروني بيشوف رقم بيدخل على ملف الشخصي بيشوف رقم الهاتف اللي هو الخطأ مثل ما أفاد الشخص، ويحط رقم الهاتف الحديث ويتحدث في الأنظمة ويفتح النظام برقم الهاتف الحديث ويستخدمه يعني بشكل مباشر من خلال الخدمة هذه تحديث رقم الهاتف. زين أنا كنت طايف عليه هذا السؤال ومحصين إجابة لكن بنسألك إياه. يقول عندي ولد في غلط برقم الهوية وحاولت أعدل الرقم حسب المواليد، قالوا لي هذا الرقم ما يتغير، والحين أواجه مشكلة مع المدارس حتى كلمتهم قبل 2 سنين ومستوي الشيء. أنا بقول لك يعني الآن الحالة اللي مرت علينا مثلا مواليد 1900 يقول لهم ساير 63 أو 36 مثلا حطوها
بدال. نعم. فساعات هني يستوي الغلط اللي مر علينا نحن. فالآن أنت شو الأغلاط اللي ممكن تستوي وتصلح؟ ثانيا بالنسبة لعملية يعني مثلا إذا غلط في المواليد، أنا نعم. لما طالعت بطاقة الهوية لقيت غير يعني تاريخ الميلاد في مكان آخر مكتوب. نعم. صحيح. جزاك الله خير بعمر على هذا السؤال، بس احنا خلنا نوضح للمستمعين. صح. الان اوكي في اعتقاد سائد اوكي خاطئ، يعني الناس تعتقد ان رقم الهويه والاربع ارقام اللي بعد 784 هي سنه الميلاد، مش بالضروره ان تكون هذه سنه الميلاد. رقم الهويه هذا رقم متكامل 14 ولا 15 ديجيت، هذا هو رقم الهويه بشكل شمولي. سنه الميلاد اوكي مسجله خلف البطاقه، اذا كان في خطا في سنه الميلاد الشخص هذا يرجع للهيئه الاتحاديه للهويه والجنسيه وتعدل البطاقه وتصدر له بطاقه معدله فيها سنه الميلاد، اوكي لكن سنه الميلاد اللي موجوده في الخلف. اما اعتقاد ان رقم الهويه اللي في الامام وجزء منه هي سنه الميلاد، هذا اعتقاد خاطئ. اذا كانت المؤسسه هذه الان ترفض المعامله اوكي ترفض المعامله بسبب ان الرقم الامامي في سنة الميلاد مختلف عن سنة الميلاد الفعلية، أوكي فهذا شأن المؤسسة نفسها. لكن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصدرت بطاقة هوية فيها رقم هوية معتمد 14 ديجت، هذا هو الرقم الصحيح أوكي المعتمد. سنة الميلاد تك في الخلف، فسنة الميلاد إذا كانت مطابقة اللي في الخلف لا سنة الميلاد الواردة في جواز سفر الشخص، وبالتالي الإجراء صحيح 100%. لكن ما يمنع اذا كان الشخص هذا الان اوكي يتعرض الى 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 تحدي في بعض الخدمات اللي يحصل عليها من الجهات، اوكي يتواصل ويانا، نحن راح نتواصل مع الجهات ان شاء الله ونحل الاشكاليه اللي موجوده عنده. واحد كاتب بس هذا سؤال في نص دقيقه، الرقم السري ما يفعل في بطاقه الهويه لمرضى السكري، ما اعرف شو اللي يقصده. كم من الرقم لمرضى السكري ما يفعل ولا كاتب هو قصده طال عمرك ان البصمه اوكي ما تاخذ مرض السكري بحكم ان البصمه اوكي جودتها تكون ضئيله اذا كان الشخص هذا مصاب بالسكري والسكري مزمن عنده، وهذا قصده اعتقد يعني. يمكن زي هاشو يسوي يعني يستخدم رقم السري اوكي على البطاقه ويستخدم البطاقه في كل مكان. اذا السيد ناصر العبدولي مدير اداره سعاده المتعاملين في الهيئه الاتحاديه للهويه، شكرا لك، شكرا لرحاب صدرك، وان شاء الله نبغي نلقاك يعني في لقاء اخر شوي يكون مطول، برد على بعض الاسئله اذا كان يعني فيه، لكن ان شاء الله عقب ما نرجع من السفر او حتى بوسيف ياخذك والترتيب عند التنسيق ان شاء الله. نحن حاضرين بالشوفه ما تقصر، كل عام وانت بخير بايضا مناسبه قرب العيد. حياك الله.